تكثر من الإخوان ما استطعت فإنهم عماد إذا استنجدتهم وظهير، وما بكثير ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير. نالت الصداقة والصديق حيزا كبيرا من كلام الحكماء والأدباء والشعراء، وامتلأت أرفف المكتبات بكلام الصداقة، وتحدثت الدورات والندوات عن طرق أساليب اكتساب الصداقة. ثمة سؤال يخالف المسيرة ويثير التفكير، كيف تخسر صديقا؟ طبعا الشيء اللي أقدمه للصديق عشان أخسره أني ما أرد له الجميل وأجحده بأي شيء يطلبه مني يعني، وما أقدم له أي مساعدة. في البداية أبتعد عنه بحث سبب معين أو عمل فعل معين أني أبعد يعني، مثلا إذا طلبني مثلا في دين أو طلبني مثلا في عوزة النهاية أني ما أهلب بيها له، وهو كان يتوقع مني نتيجة أفضل. أي في هاك الساعة بيعرفها أو يفهمها وما يطلبها. طبعا أخص الصديق أسوي الأشياء اللي أكرهها أنا كشخص مع الصديق هذا، غدر، خيانة، أشياء زي كذا. حتى الأوقات اللي أحتاجها أنا لصديق لازم أوقف معه، أتوقع أنه لازم أوقف معي في الأوقات هذه، فأنا راح أخليه كذا أخص الصديق كل سهولة. ولا تخسر الصديق، أول شيء إذا ما هي في طاعة الله لا بد أنها تضيع الصداقة. والشيء الثاني إذا اكتشف الصديق أنك ما كنت صادق معه، الشخص لابد تجي له مواقف تبين الشخص هذا صادق معك ونيته معك طيبة ولا عكس ذلك. هذه من أسباب تخسر الصداقة مع الصديق. بالنسبة لخسارة الصديق فكن ما لبي له طلب، يعني مثلا طلب هو محتاجه ومرة ما لبيه له، أو يعني زعلته بشيء كبير كذا، ممكن أخسره بسرعة. أخسر الصديق إذا احتاجني ما يلقاني. ممكن نختلف أني بشي موضوع أو كذا، يصير ردة فعل زعلانية، يصير خلاف بيني وبينه، أو ممكن يعزمني على أي شغلة كذا ممكن ما لبي له إياها، أو أي طلب ممكن زعلانية. طبعا بالنسبة لموضوع خسارة الصديق، أهم قضية في خسارة الصديق أن الإنسان يقصر، يعني هناك أسباب، عدة أسباب مهمة جدا تؤثر القضية يعني. منها أن الإنسان يقصر في حقوق الصديق، يعني ما يسأل عنه، ما يتجاوب معه، ما يتفاعل، ما يصله في المناسبات الطيبة. وإذا وقع الصديق في أحزان أو وقع في قضية يعني سيئة أو في حادثة أو مصيبة، لا يقف معه ولا يشاركه ولا تفاعل معه في هذا الحداث، فهذه هي التي تجعل الصداقة تضعف وتجعل أن الصديق في وقت الضيق يبتعد عن صديقي. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، أو كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. لقناة المجد، محمد المحمد، الرياض. مساء المجد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح، ويغمر بالهنا والنور حنايا الخاطر المرتاح.